كمان التاريخ يعني. طب خلينا نروح للحاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكره، ويعني نطمن على منتخبنا وعوده البعثه، وفي نفس الوقت طبعا رايه في مباراه الامس والفتره القادمه ان شاء الله لمنتخبنا، وامور كثيره خاصه طبعا بالكره المصريه. الحاج عامر حسين طبعا جاوبنا عليه. حاج عامر تحياتي لحضرتك. ده كابتن محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله يا رب دايما. مبروك لمصر الاول، ومبروك لكل جماهير مصر فوز منتخبنا وثلاث نقاط مهمين في مشوار التاهل ان شاء الله لكاس العالم. حاج عامر الحمد لله طبعا، مبروك لمصر كلها، ويمكن البدايه والانطلاقه الحمد لله بست نقط المباراتين يدوا دفعه كويسه وبعدنا عن المفاجآت اللي كان دايما بتحصل في البدايات بتاعتنا. صحيح، فكنا بنتعب بيت المشوار، ويمكن كان اكتر المنتخبات كانت بتعطلنا اللي هي تصنيفها قليل. فالحمد لله احنا عدينا من المرحلتين دولت، خاصة المباراة الثانية. المباراة الثانية كلنا كنا متوقعين انها تبقى صعبة جدا في الاتحاد والجهاز. نظرا لفرق اليومين او الثلاثة اللي بين المباراتين. صحيح. مع الطيران طبعا 8 ساعات كان صعب جدا. والملعب مرضة الملعب النجيل الصناعي اللي بتتعبنا كلنا. شفنا منتخب الشباب برضه بيلعب على النجيل الصناعي. يعني دي امور كلها بتبقى يعني صعبه جدا انك انت تلعب مباراتين مهمين في تصفيات كاس عالم في ملعب نجيل صناعي في بلد مع احترامي لها ما فيش امن، الجمهور بينزل في التمرين وفي المباراه. يعني امور صعبه ان التصفيات وكاس عالم وتبع الاتحاد الدولي بتاع الشباب الاتحاد الدولي انه ينقل مباراه من بلد لبلد، المفروض يبقى البلد الثانيه دي تبقى افضل اكيد، فما تروح في ملعب مش مناسب للمباراة مع فرق 3 أيام، وانت عندك الأجندة 8 أيام. يعني في ناس لسه بتلعب النهاردة والأجندة لغاية 21. وبكرة كمان طبعا لازم يبقى في تنسيق، ما ينفعش ان كل واحد يحدد اللي على مزاجه وكل واحد عايز يتعب المنتخب اللي هيلعبه، طب ما في الآخر مش هتبقى في كورة جميلة والناس مش هتتمتع ومفيش فرصة لأداء كويس وتطوير للكرة في أفريقيا. يعني انت حضرتك يعني بتتكلم على منطقه الاداء او نقطه الاداء، اسبابها من وجهه نظر حضرتك هو ضيق الوقت وفي نفس الوقت الملعب. اكيد طبعا احنا عندنا مشكله، احنا كل ما بنلعب المباريات اللي في الخارج عشان كده دايما النتائج بتاعتنا في الخارج بتبقى مش مناسبه. انك انت الفرق اللي بتجيلك بتيجي تلاقي ملعب احسن من عندنا بكتير، الاضاءه كويسه، الاقامه كويسه، كل حاجة أعلى من اللي عندهم، فبالتالي بيأدوا أفضل أداء. أنت بتقع دايما في حاجات أقل من اللي عندك وبتسافر 8 ساعات 9 ساعات مهما كانت الطيارة خاصة، ده اللي بيركب عربية ساعتين بيروح من اسكندرية للقاهرة بيتعب. صح. لما أنت تطلع من مباراة تاني يوم تروح تسافر تقعد يوم وتلعب المباراة اللي بعدها وعلى نجيل صناعي، لا أمور طبعا مش مناسبة خالص. فتفكر اولا واخيرا تفكر في النتيجه طبعا. صحيح. طب وده اللي كان عامله الجهاز اكيد فكر فيه يعني. اكيد. حاج عامر حضرتك يعني احد يعني القامات في الرياضه المصريه والكره المصريه، يعني وعاصرت يعني مدربين للمنتخبات بشكل كبير جدا، هل في الفتره اللي فيها فيتوريا في الوقت الحالي شكل منتخبنا بادائه مختلف عن الفترات السابقه؟ يعني احنا وصلنا كاس عالم، لكن كنا نقول لك لا احنا عايزين شكل مختلف لمنتخب مصر. مع كيروش وصلنا لنهائي افريقيا برضو قالوا احنا عايزين شكل مختلف لمنتخب مصر. هل حقق النتيجه دي فيتوريا بمكسبه حتى في المباراه؟ تقريبا فيتوريا ما خسرش غير ماتش تقريبا هو تونس تقريبا مباراه وديه. اكيد طبعا، حتى ايام مستر كوبر لما طلعنا برضو لعبنا النهائي افريقيا ولعبنا وصلنا لكاس العالم. وبرضو الناس قالت لا بنلعب بطريقه ادي صلاح. يعني احنا دايما بنهد في نفسنا يعني مهما كانت الامور، والناس كلها برضو للاسف حتى يعني بعض اللي لهم في الكوره وهم ايام ما كانوا بيلعبوا عارفين ان عدوا على الظروف ديت، عارفوا يعني ايه لما بيلعبوا في افريقيا كان بيبقى الوضع ايه. صحيح. ودايما بنتعامل احنا كابتن محمد على ان احنا بنلعب لوحدنا. يعني ما بنتعاملش ان في دول تانية شغاله برضو زينا وعندهم طموحات زينا وعندهم لعيبه زينا وعندهم ناس محترفه اكتر مننا،
احنا بنبص لنفسنا بس، احنا يعني لازم نكسب اي حد بنلعبه ونكسب ونقدم عرض جامد، يعني عايزين كوره ونتيجه في كل المباريات اللي بنلعبها. احنا ما بنلعبش لوحدنا ده حقيقي. في افريقيا، واحنا كلنا عارفين ان ربنا ادي للافارقه موهبه بتاعت القوة النواحي البدنية، الجسمانيه السرعة. والسرعه، بالاضافه لاحترافهم في الخارج في سن مبكر، فبيتعلموا، فبقى عندهم ناحيه تعليم الكوره ومع اللياقه البدنيه مع السرعه، الامور دي كلها بتفرق طبعا. انما احنا ما بنقدرش الحاجات دي كلها، ودايما نيجي على اللعيبه بتاعتنا وعايزين كل حاجه من اللعيبه بتاعتنا. طب ما في دول تانية شغال، يعني المانيا كانت مسيطره على الكوره فتره، البرازيل مسيطره على الكوره فتره، هل دول مطبقين سيستم في فترات وفترات؟ لا، هم طبعا. بنفس السيستم، انما بتيجي اجيال بتفرق في دول، لان لو موضوع سيستم بس مش اجيال ومواهب بتيجي في جيل معين، كانت دولة واحدة اللي سيطرت على الكورة في العالم وكأس كلام صح. العالم مدى الحياة. انما انت بتجيلك فترات، بتجيلك جيل كويس جدا زي 2006 اسبانيا و8 دخلت بعد و10، كده، يعني في منتخبات دخلوا بعد كده، صحيح. ايطاليا بتخش وبتطلع دلوقتي، يعني ايطاليا بقى لها مثلا نسختين ما دخلتش كاس عالم حاجه عام، مثلا بتلعب دلوقتي مع اوكرانيا وبتعاني، مغلوبه تقريبا، انا كنت سايبهم مغلوبه. كانوا متعادلين، انا سايبهم من 5 دقايق كانوا متعادلين وقت المكالمه، وبيعانوا عشان يطلعوا التاني عشان يخش البطوله يوصلوا النهائيات. يعني انت شايف حاج عامر ان احنا ادائنا اختلف، شكلنا اختلف الحقيقه في الفتره اللي فيها فيتوريا. راجل مستر فيتوريا طبعا راجل عنده فكر كويس جدا، راجل مدرب ممتاز جدا، بيحضر كويس جدا هو والجهاز بتاعه، وهو كان مرتب للمباراتين وعارف ان المشكله بعد 3 ايام هتحصل، فكان مرتب للاعيبه المباراه الاولى ومرتب لعيبه ثانيه المباراه الثانيه على ظروف الملعب. يعني موضوع تريزيجيه كلنا عارفين قيمته من ايام مستر كوبر، كان له دور مؤثر جدا في وصولنا لكاس العالم ونهائي افريقيا، ولا يمكن لما اتصاب في نهائي افريقيا مع مستر كوبر فرق معانا كتير في الملعب في المباراه النهائيه. راجل دوره مؤثر جدا، فما بداش بيه المباراه الاولى، انا عارف المباراه الثانيه حته الملعب وعايز المجهود الدفاعي اكتر شاد المباراه الثانيه، ده دليل ان في جهاز بيفكر وبيرتب للامور كلها. صحيح صحيح. والراجل اعترف ان المستوى ما كانش كويس، صحيح، بس كان يهمه الاداء. ناس تقول لك طب الكابتن الشناوي هو اللي شالنا، طب ما طبيعي. احنا لو ما عندناش الكابتن الشناوي طب ما احنا هتبقى فرقه ضعيفه او نص ضعيف. لكن انت مقومات الفرقه يبقى عندك حارس مرمى قوي. ما احنا قبل كده حاج عامر نتذكر عصام الحضري في اوقات كتير في بطوله الامم اللي احنا اخدناها الثلاثه الحقيقه كان بيشيلك في ماتشات، فبالتالي طبعا ده مهم كتير جدا. ودروب عارفين كان بيطلع قوه شكلها ايه من صعبه وضربات يعني. واخدنا بطوله في القاهره بضربات الترجيح، كان هو ليه دور كبير في الموضوع دوت. لا، فاحنا ما ينفعش احنا كل شويه نبرر ان احنا لو كسبنا يبقى الاداء كان وحش. الاداء وحش خسرنا نعمل ايه في يعني اخدنا ايه بالاداء؟ يعني احنا دايما نقصها في اي حاجه بتحصل واي طبعا. نتيجه. فانا بقول لحضرتك اولا واخيرا لازم نعرف والناس تبقى عارفه انك انت ما بتلعبش لوحدك، زي ما انت بتشتغل الدول صحيح. التانيه بتشتغل، صحيح، المنتخبات اللي بتلعبها بتشتغل. دلوقتي بقى 50 60% من الافارقه محترفين بره من بدري، اللغه بتفرق معاهم لما بيعيشوا بره اكتر من الشباب بتوعنا لما بيسافروا، صحيح. يعني امور كتير بتفرق، انما انت بتعمل لازم تعمل اللي عليك، والجهاز بيعمل اللي عليه الحقيقه شغال.